الو، انا عاوز اسال بس سياده النائب كده ايه سؤال. اتفضل. اساله ويجاوبني ومحدش يقاطعني. اتفضل سياده النائب. انت حضرتك بقالك سنه ونص في مجلس الشعب، ما ادائك في الحكومه؟ وجاوبني بكل صراحه. ما ايه ادائك بتقييم الحكومه؟ انا ما بناخدش الا كلام. ادائك تقييمك للحكومه، تقييمك لاداء الحكومه. اه ايه تاني يا استاذ احمد؟ اداء الحكومه. ثانيا، احنا دلوقتي مجلس الشعب ليه ما بيعرضش الجلسات على الهواء عشان نشوف اللي بيحصل جوه المجلس، ولا هو فعلا مجلس شعب، مجلس نواب زائد حكومه مصريه بيسووا في الاخر ذل المواطن؟ احنا بقى لنا ثلاث سنين ولا اربع سنين ما بنشبعناش الا كلام 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 كلام، مفيش جديه مفيش جديه. انا راجل تاجر بقالي يا جدعان سنة ونص ما بنشتغلش، وما هو في حالنا ما بنشتغلش. بص الحكومة، احنا انت تعرف يا سيادة النائب الدولة الوحيدة اللي فيها منظومة ضرائب ما بتحاسبش التاجر على خسارة، على طول كسبان كسبان كسبان. قال لكم على حاجة، خدوني شغلوني معاك، خدني يا سيادة النائب شغلني معاك عشان اربي العيال، على رب العلب الحلال. احنا ايام الثورة دي احنا بنشوف ناس اختنت بمليارات وبشوات في البلد دلوقتي، فما حرام كده. مش عاجبك يا سيادة النائب اداء الحكومة؟ انت راجل محترم ومن محافظة الأقصر اللي هي محافظة يعني مش عايز أفصل لك، محافظة يعني رقم واحد في مصر. لو مش عاجبك أداء الحكومة اعمل زي أعضاء مجلس النواب بتوع جنوب سيناء وقدم استقالة، لأن أنا قبل كده قعدت مع عضو مجلس الشعب لا ده على ذكر اسمه وبسأله، قال لي الحكومة بتعمل اللي هي عاوزاه، إحنا من الآخر مجرد صورة. فمش ما إحنا الناس تعبت، في حالة غليان طلع في الشارع المصري. شكرا.